السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونت 6 ليسون 6 آخر درس صفحة 46. السكيلز فوكس اون سبيس، التركيز على الفضاء. لايف ان سبيس، الحياة في الفضاء. سينس 2000، شوفوا سينس جاي بعديها رقم سنعه. هايلي تريند astronaut teams have traveled 350 kilometers out into space to live and work. منذ عام 2000 رجال فضاء في فرق الفضاء المتدربين بشكل عالي سافروا مسافة 350 كيلومتر خارج داخل الفضاء لكي يعيشوا ويعملوا. Most astronauts go for about 3 months. أغلب رجال الفضاء يذهبون لمدة تقريبا 3 أشهر. Living in space is a bit like camping. You have to take everything you need. You use special equipment and you have to dispose of your rubbish. العيش في الفضاء يكون قليلا مثل التخييم. أنت مضطر أن تأخذ كل شيء أنت تحتاجه. أنت تستخدم معدات خاصة. شوف أنا بعمل إيه. الأول قرأنا باللغة الإنجليزية، بعد كده بنشير على الكلمات بنقولها باللغة العربية. وأنت مضطر أن تتخلص من القمامة بتاعتك. قمامتك دي معناها الزبالة بتاعتك، يعني القمامة اللي معاك يعني. We asked Bill Ross on the International Space Station to tell us about living in space. نحن سألنا بيل راس في محطة الفضاء الدولية ليخبرنا عن العيش في الفضاء. Food in space، الطعام في الفضاء. Almost all our food is in tins or dried. غالبا أو تقريبا جميع طعامنا يكون في علب قصدير أو مجفف. We even have to add water to drinks. نحن حتى مضطرين أن نضيف الماء إلى المشروبات. We drink through a straw. Otherwise, liquids float around the cabin. نحن نشرب باستخدام الشفاطة أو اللي هي القصبة، وإلا السوائل تطفو حول الغرفة أو الحجرة اللي هي غرفة الكابينة. There is no fridge so we can't have cold drinks either. هناك لا يوجد هناك ثلاجة، لذلك نحن لا نستطيع أن يكون لدينا مشروبات باردة في كل الأمرين. But there is a wide choice of food. Soup, meat, vegetables, fruit, nuts, bread. مفروض يبقى فينا and عشان آخر كلمة في القائمة. لكن هناك يكون اختيار واسع من الطعام: الحساء، اللحم، الخضروات، الفاكهة، البندق أو المكسرات، والخبز. We get three meals
a day and a snack. نحن نحصل على ثلاثة وجبات في اليوم ووجبة خفيفة. We have to warm up our meals before we open the packages. نحن مضطر أن نسخن وجباتنا قبل أن نحن نفتح العلب والحزم. Food moves around in zero gravity, so we can't eat off plates. الطعام يتحرك حول المكان في جاذبية أرضية قيمتها صفر، لذلك نحن لا نستطيع أن نأكل من الأطباق والصحون. We eat from the packages. نحن نأكل من الحزم والعلب. We use straps to keep our food on the table. احسننا فين؟ نحن نستخدم الخيط الرفيع، الخيوط الرفيعة أو اللي هو الشرايط الرفيعة لنحتفظ بطعامنا على الطاولة. We don't use knives or forks, and we don't use chairs. نحن لا نستخدم السكاكين أو الأشواك، ونحن لا نستخدم كراسي. We simply float around the table. نحن ببساطة نطفو حول الطاولة. الكلوذز الملابس في الفضاء. When we go into space in the shuttle or re-enter the Earth's atmosphere, we wear special suits called LES, Launch Entry Suits. ده ازاي اللي بيلبسوه الفضائيين؟ هنا بيقول ايه؟ عندما نحن نذهب داخل الفضاء في المكوك الفضائي او نعيد دخول او ندخل مرة اخرى الى الغلاف الجوي للكرة الارضية، نحن نرتدي بدل خاصة تسمى بدل إطلاق الدخول. They have parachutes, oxygen and inflatable boat, water and a flare gun kit. هم لديهم الباراشوتات، الأكسجين، وقارب قابل للنفخ، ماء، ومجموعة بندقية متوهجة أو مضيئة. Inside the station we wear casual clothes with lots of pockets. داخل المحطة نحن نرتدي ملابس. هنشوف يا ولاد، معلش سوري، عرضية أو إيه، غير رسمية، ملابس غير رسمية أو طريقة مع الكثير من الجيوب، فيها جيوب كتير. Sometimes when we walk outside in space we wear white specialized space suits with finger heaters in our gloves. بعض الأوقات عندما نحن نمشي خارج في الفضاء نحن نرتدي بدل فضاء خاصة بيضاء ومعها سخانات الأصبع في قفازاتنا. طيب
ده كان درس عن الفضاء. هنتكلم بقى، نيجي نجاوب على أسئلة comprehension reading working group. What is life like on a space station؟ الحياة عاملة ازاي في محطة الفضاء؟ make notes about. هنا بيقول لي you can't drink from a glass، انت لا تستطيع ان تشرب من كوب. you can't drink from a glass. we are moving around، نحن بنتحرك حوالين المكان. we have our food in packages، بنحتفظ بطعامنا في حزم. we don't have cold drinks، ما لناش طعام بارد. we wear special clothes، بنرتدي ملابس خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.